ومحمد مولع الأنوار، عشان لو جه النور في أي وقت يقول مولع الأنوار. متأكد؟ بس يكون مش مولع، أصل هو اتطفى قبل أذان المغرب. مش عارف فيه، بس حاجات مش مشحونة. مش مهم كده، كويس الحمد لله. انا شايف كويس الحمد لله. انا عملت مرة عملية بكلوب في بلد اسمها بارشنار، كانش فيها نور اصلا، على حدود باكستان مع افغانستان. الحمد لله كان انفجار في قرحة في الاثنى عشر وتاب بريطانيا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع وجه الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وفي قلوبنا وفي عظامنا، واجعل لنا نورا واجعلنا نورا، ووفقنا لما تحب وترضى، وسائر المسلمين برحمتك أرحم الراحمين. أما بعد، من كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد أبي شجاع الأصفهاني رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم وقراء مصنفتهم في الدارين آمين، في فقه السادة الشافعية رحمه الله. فصل في أحكام الحضانة. يقول: وهي لغة مأخوذة من الحضن أو الحضن، من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليها إليه، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وكبير وكبير مجنون. يبقى مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، كطفل وكبير مجنون. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته، يبقى الأم أحق بالحضانة، أي تنميته بما يصلحه، بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه، ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. يبقى مؤنة أي التكاليف الحضانة على من بيده نفقة الطفل اللي هو الوالد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مولود له اللي هو مين؟ الوالد. لكن الأم عليها بالرعاية والعناية، أما تكاليف الرعاية والعناية فعلى الأب. وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها، افرض رفضت الزوجة حضانة ولدها، أو ماتت أو مش موجودة، سافرت أو تزوجت غير الأب، ولو امتنعت الزوجة من حضانة ولدها، انتقلت
انتقلت الحضانة لأمهاتها وتستمر حضانة ما هي الأم أم وانعلت، يبقى الأم امتنعت تروح لإيه؟ لأم الأم. أم الأم امتنعت أم الأم وهكذا. وتستمر الحضانة انتقلت الحضانة لأمهاتها وتستمر حضانة الزوجة. طب الزوجة حضنت الطفل تستمر إلى مضي 7 سنين اللي هي فترة التمييز، ثم يخير الطفل إلى مضي 7 سنين عبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا. يبقى في فرق بين التمييز والتكليف. الحضانة عند سن التمييز يخير الطفل، ما نستناش لسن التكليف اللي هو الإيه الحلم. وسن التمييز 7 سنين ده على الغالب، لأن افرض ما ميزت عند 7 سنين لسه، يبقى على الغالب العام 7 سنين. واضح؟ لأن في ممكن يصل 7 سنين ولم يميز بعد. حد التمييز ان هو ياكل بنفسه، يشرب بنفسه، يدخل الحمام منفردا، يعني يستنجي بنفسه، يعرف ايده اليمين من ايده الشمال، يعرف ما يضره وما ينفعه. تيجي تقول له حط ايدك في النار يقول لك لا دي بتلسع، ده مين يا ولد يقول لك ده فلان، النهارده ايه يقول لك ده النهارده الاثنين، صلينا ايه دلوقتي يقول لك صلينا المغرب، هيبقى كده مميز. مين عمك يا ولد يقول اسم عمه، طب ومين جيرانك يقول لك اسم الجيران، ساكن فين، عارف عنوان بيته، حافظ رقم التليفون بتاع ابوه او بتاعه، يبقى كده مميز. واضح؟ وتستمر الحضانة حضانة الزوجة الى مضي 7 سنين. وعبر بها المصنف لان التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار انما هو على التمييز. طب افرض حصل قبل 7 سنين يعتبر، بعد 7 سنين يعتبر، يبقى العبرة بالتمييز. اخترنا 7 سنين اللي هي الغالب، لكن ممكن قبل بنجابة زائدة في الطفل، سن 5 سنين 6 سنين بقى مميز، او يكون بلادة شديدة في الطفل فيميز على سن 10 سنين وهكذا. إنما المدار إنما هو على التمييز، سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها. ثم بعدها، طب بعد 7 سنين أو بعد التمييز، لو قول التمييز أحسن، والتمييز إلى 7 سنين غالبا نقول كده. طب نعمل إيه؟ ثم بعدها يخير المميز، يخير المميز بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فالحق للآخر ما دام النقص قائما به، يبقى يخير لو كان الأبوين صالحين للرعاية. طب أحدهما غير صالح للرعاية، عنده مرض مزمن، قاعد، عاجز، مجنون، مسافر، غير موجود، أو غير عدل، سكير، عربيد، أو لا يؤتمن على تربيته، تاجر مخدرات، مش عارف ايه، اي حاجه من دي، يبقى في الحاله دي يستمر مع الاب الاعدل، ايه، مع الجهه الاعدل. فان كان في احد الابوين نقص كجنون فالحق للاخر ما دام النقص قائما به. واذا لم يكن الاب موجودا خير الولد بين الجد، لان الاب اب وان عال، الاب مش موجود مسافر، جده موجود اللي هو ابو ابي، يخير بين الام وبين ايه الجد، خير الولد بين الجد والام. وكذا يقع التخيير بين الام ومن على حاشيه النسب كاخ وعم. طيب ملوش جد لكن ليه اخ كبير، او ليه عم شقيق، أو عم رفيق، يبقى يخير بين هؤلاء. وشرائط الحضانة 7، شرائط الحضانة 7، أحدها العقل، فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع، فإن ق
قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. والثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة. والثالث الدين، الدين، والثالث الدين اللي هي الديانة الإسلام يعني، والثالث الدين حقه كان يعبر عنه بالإسلام. فلا حضانة لكافرة على مسلم، يعني لو هو كان متزوج مسيحية وطلقها الحضانة للأب على طول. ليه؟ لأنه لو سابه للبنت المسيحية ممكن تطلعه مسيحي، فهم؟ والثالث الدين، فلا حضانة لكافرة على مسلم. والرابع والخامس العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة. يعني مش شرط نبحث عن القلوب، مين الظاهر؟ كويس؟ تبع العفة والأمانة. العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة. ده ايه مفهوم بقى المخالفة؟ العفة والحضانة مفهوم المخالفة ايه؟ الفسق. يبقى فلا حضانة لفاسقة، والعبرة بالايه؟ بالامور دي بالظاهر، يعني هي لا تصلي، تشرب الخمرة، ترتد اماكن غير صالحة فهتاخده معاها، يطلع الولد ايه متعرض لبيئة فاسدة في الحاجات دي كلها، يبقى يمتنع الحضانة في الحالة دي. فلا حضانة لفاسقة ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة. ما نقولش بقى اصل قلبها ابيض وقلبها طيب زي ما كانوا يجيبوا لك في الافلام زمان، رقاصة بترقص في الكبارية عشان تصرف على امها العجزة، فهي في الباطن بره بامها، لكن في الظاهر بتروح ترقص في كازينو ليلي للسكارة، فما ينفعش. خدت بالك؟ ما نقولش اصل قلبها طيب دي قلبها ابيض، ما لناش دعوه بابيض ولا اسود، احنا لينا الظاهر. واضح؟ ولا يشترط في الحضانه تحقق العداله الباطنه بل تكفي العداله الظاهره. والسادس الاقامه في بلد المميز. امه صحيح هي ام كل حاجه، لكن عملها في اوروبا، وهو الولد مولود في مصر واهله كلهم في مصر، وهي ما ينفعش بقى تاخده بلد غير البلد، لازم يبقى كمان تحت رعاية، لان الاب لازم برضو يشوفه والجد يشرف عليه حتى لو هو في حضانتها عشان يشعر بوجود الالفة في العائلة والاسرة، فما ينفعش تاخده بلد بعيدة. يبقى يشترط كمان الاقامة في بلد ايه؟ المميز. الاقامة في بلد المميز بان يكون ابواه مقيمين في بلد واحد. فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. يعني هي هتروح تسافر تحج، تسافر تعمل حاجة، والولد في حضانتها، تقوم تغتيل أبوه لحد ما ترجع من سفر. واضح؟ سواء كان هذا السفر قصير أو طويل. حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانته فينزعه منها. والشرط السابع الخلو، أي خلو أم المميز من زوج. لازم ما تبقاش متجوزة غير الأب الذي طلقها أو إيه أو مات عنها. ليه؟ لانك انت لو خليتها تحضن الطفل وتتزوج رجل اجنبي ممكن يعذبه، يعامله معاملة وحشة، يسيء اليه. يبقى بمجرد ان المطلقة تزوجت غير مطلقها انسحبت الحضانة منها ايه؟ مباشرة لامها. فان لم يكن لها ام لاختها، فان لم يكن لها اخت يبقى ترجع لابوه. واضح؟ ليس من محارم. والشرط السابع الخلو، اي خلو الام المميز من زوج ليس من محارم الطفل،
فإن نكحت شخصا من محارمه، افرض اتجوزك كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه، ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك. فإن اختل شرط منها، يبقى لو اتجوزت أجنبي عن الطفل، لكن لو اتجوزت عمه أو اتجوزت ابن عمه حد من العيلة ما يضرش، لأن اللي حد من العيلة عنده شفقة عليه، فلا تسقط حضانتها بذلك. فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. ده كل ده كلام من المتن وشرح ابن قاسم الغزي. نشوف بقى كلام الإمام البيجوري. فصل في أحكام الحضانة، أي كأحقية الأم بها وتخيير المميز بين أبويه كما سيأتي في كلامه، وتسمى كفالة أيضا. ساعات يعبر عنها بلفظ الكفالة وتعبر عنها بلفظ الحضانة. يبقى كفالة أو حضانة، وفيها نوع ولاية وسلطنة. الحضانة دي فيها نوع من الولاية والسلطنة، يعني معناها هيعيش تحت إذنها، هي اللي تنفق عليه من ماله كويس، وتبقى ليها ولاية عليه، وتثبت لكل من الرجال والنساء. يبقى الحضانة فيها الولاية والسلطنة، وتثبت الولاية والسلطنة فيها للرجال وللنساء سواء. لكن النساء بها أليق، أليق بالحضانة النساء. ليه؟ لأن هم ربنا خلقهم عندهم طول البال في التربية وفي الرعاية وفي كمال الشفقة. الأب مشغول في تحصيل الأرزاق، بيسيب البيت مدة طويلة، يرجع تعبان، ممكن تعب ويخليه يعني إيه ما يتحملش سخافات الأطفال في هذا السن فيعاملوا معاملة وحشة. إنما الأم عندها الرحمة والشفقة أكتر من الأب. لكن النساء بها أي بالحضانة أليق، لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام بها أصبر، وبأمر التربية أبصر، وأولاهن الأم كما سيذكره المصنف. وتنتهي الحضانة بالبلوغ والإفاقة للمجنون، يعني تنتهي الحضانة بالبلوغ للطفل والإفاقة في المجنون. ثم إن بلغ رشيدا فله أن يسكن حيث شاء، ولا يجبر على الإقامة عند أبويه ذكرا كان أو أنثى. والأولى، يبقى لا يجبر يعني لا يجب، لكن الأولى أنه لا يفارقهم، والأولى ألا يفارقهما. نعم إن خيفت فتنة من انفراده، كأن كان أمرد يخشى عليه فتنة. أمرد يعني يسموه طفل حليوة، يعني ولد حليوة أمرد، في زمان فيه فتن وممكن إيه يتعدى عليه بعض الناس، يبقى كده في الحالة دي ما يعيش لوحده كالفتاة. فإن كان أمرد يخشى عليه فتنة أو أنثى يحصل في سكناها وحدها ريبة، امتنعت المفارقة وأجبر على البقاء عند أبويه إن كان مجتمعين، وعند أحدهما إن كان مفترقين. والأولى يعني ساكنين في عمارة واحدة في بيت واحد واسع، كان زمان الدور واسعة، يبقى ده ساكن في الحتة دي وده ساكن في الحتة دي والممر مشترك، واخد بالك؟ فيعني ممكن تحصل حاجة زي دي، أو على الأقل مجتمعين يعني تزوجوا تاني، رجع اتجوزها تاني بعد ما كان الولد ده بلغ البلوغ فصاروا مجتمعين، هل يجبر على إنه يعيش معاهم؟ افرض إن هم عايشين مع بعض، سايب لك بيتخانقوا كل يوم، ولد مش عارف يعيش معاهم ولا عارف يذاكر ولا يروح مدرسة وبيعندوا بعض، يبقى لا يجب إنه يجبر لأنه فيها إفساد. يعني ممكن يجتمعوا بس بعد، فإذا بلغ البلوغ له إن هو يتخير إنه يعيش معاهم أو ما يعيش معاهم. كويس. إن كان مجتمعين، وعند أحدهما إن كان مفترقين، يتخير
بين احدهما لو كانوا مفترقين. لو كان ذكر يبقى مع الاب، لان معاملة الصبيان بتحتاج شوية حزم، والحزم تلاقيه عند الاب اكتر. والاولى في الذكر ان يكون عند الابي، وفي الانثى ان تكون عند الام المجانسة للمجانسة. البنت هتيجي في البلوغ يجي لها الحيض، مين هيفهمها تعمل ايه في حيضتها؟ امها. هتتكسف من ابوها تعيش معاه، لكن تعيش مع امها تعرف ان هي تعلمها الامور دي. والولد في سن البلوغ بيبقى سن مراهقه وعامل نفسه راجل، هيتامر على امه، لا يعيش مع ابوه، ابوه يعرف يحزمه وهكذا. خدت بالك؟ كل ده بيبين لك ازاي القاضي المسلم بيحكم في مثل هذه النزاعات، لما بتعرض عليه مثل هذه القضايا كيف يفكر وكيف يحكم ان ده يروح لفين وده. لان كل الامور دي لما تبلغ، اما يحصل شقاق ونزاع تبلغ للقاضي، يقوم القاضي لابد ان يحسم، واذا اراد ان يحسم لابد ان يكون عنده قواعد في ذهنه يحسم من خلاله، وتكون هذه القواعد تكون ايه محل نظر الشارع، تحقق مقصود الشرع. خدت بالك؟ ويصدق ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة والريبة. يصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة والريبة. هنقول ان الولد ده ما يعيش لوحده لانه امرض يخشى فتنته. الولي رافع قضية عند القاضي لان الواد مصمم يعيش لوحده، وهو عايز ياخد حكم قضائي انه يجبره يعيش معاه. يصدق الولي في دعوة ايه؟ الفتنة والريبة. او البنت نفسها عايزة تعيش لوحدها وهي في سن ايه بلوغ، وازاي تعيش لوحدها في حي في شبان وحي وفي انفلات امني، وفي او حي يكون في مكان بعيد يعني ما فيهوش في سكن ولا امان. فيقوم ايه يجي الولي خايف على البتاع، يروح بقى للقاضي عشان القاضي يحكم حكم اجباري ان يعود يعيش معه. وعلشان كده يقول لك ويصدق الولي اذا رفع قضية يعني بيمينه في دعوى الفتنة والريبة. الفتنة في الامرض والريبة في ايه؟ في الصبية الانثى يعني. ولا يكلف بينة لئلا يلزم على اقامة البينة فضيحة. ما ينفعش يجيب بينة، لان يجيب بينة يقول لك ابن الجيران التاني كان بيعكسه، طب ما دي فضيحة. فهمت ازاي؟ او انها كانت بتمشي مع الولد الفلاني، طب ما دي فضيحة، هو مش عايز فضيحة، لا يلزم بينة، يكفي فقط انه يرفع الدعوة ويحلف قدام القاضي، يوم القاضي يحكم على طول، مش مهم بقى يجيب شهود. فهمت بقى؟ ولا يكلف بينة لئلا يلزم على اقامة البينة فضيحة وان بلغ غير رشيد. طيب افرض هو بلغ للبلوغ لكن ما كانش عنده حد الرشد. حد الرشد اللي هو ايه؟ انه يصلح ماله ويحافظ على ماله ويحافظ على خاصة اموره، يحسن التصرف. يبقى التمييز غير التمييز الاول، بعد التمييز البلوغ، بعد البلوغ الرشد. كويس؟ فالرشد اللي هو انه يحسن التصرف. طيب وان بلغ ووصل لحد البلوغ لكنه غير رشيد، يعني لا يحسن التصرف. فأطلق مطلقون أنه كالصبي فتدوم الولاية عليه وهو المعتمد. وفصل بعضهم يعني الحتة دي بقى اللي هو إذا بلغ غير رشيد، نظرة الفقهاء اختلفت. بعضهم قال إيه؟ قال إنه حكمه حكم الصبي فتدوم الولاية عليه حتى يبلغ الرشد وهو المعتمد. المعتمد يعني اللي عليه الفتوى وعليه الحكم. وفصل بعضهم طائفة أخرى من الفقهاء والقضاة قالوا، فقال إن كان عدم رشده لعدم إصلاح ماله فكالصبي، وإن كان لعدم إصلاح دينه فيسكن حيث شاء، وهذا التفصيل ضعيف ما عجبهمش. وإن قال الرافعي وهذا التفصيل حسن، بالرغم من اللي الرافعي قال التفصيل ده حسن،
قال لك لا ده ضعيف في المذهب، ليس عليه الفتوى ولا العمل. والخنثى كالأنثى فيما تقدم، يعني افرض ان الطفل ده كان خنثى، حكم حكم الأنثى فيما تقدم، يبقى اذا بلغ الأنثى تبقى مع الأم، مع الأم أحسن للمجانسة، يبقى الخنثى مع الأم أحسن للمجانسة، يبقى الخنثى كالأنثى في الأحكام السابقة. خدت بالك؟ تغليبا لجانب الضعف، لأن الأنثى أضعف من الذكر، هنغلب عليه جانب الضعف ونحكم، حتى لو لأنه لو غلبنا عليه جانب الضعف وحكمنا يبقى إذا كان قوي فلمصلحته، إنما لو غلبنا عليه جانب القوة ويطلع إن هو يفقد هذه القوة يبقى إحنا ظلمناه. فهمت بقى إزاي؟ فما نغلب جانب الضعف أسلم. قول وهي أي الحضانة بفتح الحاء، وقول مأخوذة من الحضن أي فمعناها لغة الضم، أخذا من قوله لضم الحاضنة إلى آخره الذي ساقه تعليلا لكونها مأخوذة من من الحضن. وإحنا قلنا الحضن اللي هو الجنب، وإنت ما تحضن واحد تاخده في جنبك كده. فكان الأوضح أن يقول وهي مأخوذة من الحضن لضم الحاضنة الطفل إليه. ثم يقول فهي لغة الضم، وقوله بكسر الحاء والناس يضمونها لحنا، المصريين يقول لك حضني، يقول لك تعال في حضني مش في حضني، فده لحن، يعني لحن يعني لغة عامية، يعني يقول لك لحن تبقى ايه غير موافق للغة الفصيحة. قوله وهو اي الحضن، وقوله لضم الحاضنة الى اخره تعليل لكونها مأخوذة من الحضن كما علمت، وقوله الطفل ومثله الكبير المجنون كما سيذكره، ولعله اقتصر هنا على الطفل لكونه الغالب. وقول إليه أي إلى الحضن الذي هو الجنب. قوله وشرعا عطف على لغة، تملي كده تلاقي الكلمة لها معنى لغوي ومعنى شرعي، فتملي ولك لغة كذا وشرعا تبقى كذا، وفي الغالب العام يبقى المعنى اللغوي، يبقى المعنى اللغوي في الغالب العام أوسع من المعنى الشرعي، هذا في الغالب الأعم. ونكمل على أي حال الدرس إن شاء الله يوم الاثنين القادم، نقف عند هذا الحد لعل الله سبحانه وتعالى يجبر أهل مصر في هذه الأيام التي كثر فيها المحن. طبعا وجل كارب خلاص الحمد لله، ربنا استجاب الدعوة. يلا يبقى وشرعا، وشرعا عطف على لغة، وقول حفظ إلى آخر هذا تعريف باللازم والمقصود، فإنه يلزم منها حفظ المحضون وهو المقصود منها، وتعرفها بالحقيقة تربية من لا يستقل بأموره بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره. فكان الأولى أن يقول وشرعا تربية، لكن هو قال لك وشرعا حفظ، فقال لك الحفظ ده المقصود، يعني أنت بتربي عشان تحفظ. فهمت إزاي؟ فكان هقول تربية لأنها تؤدي إلى الحفظ. فهمت بقى المسألة عايز يقول كده إنش. فكان الأولى أن يقول وشرعا تربية إلى آخره، ولذلك قال فيما سيأتي أي تنميته إلى آخره. وعلم من هذا التعريف أن الذي على الحاضنة الأفعال، يبقى الحاضنة عليها الأفعال اللي هي الرعاية والعناية، والأب عليه النفقة، كغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام وغير ذلك. وأما الأعيان كالصابون الذي يغسل به والكحل الذي يوضع في العين وهكذا سائر المؤن اللي هي التكاليف يعني المالية، ففي ماله إن كان له مال، إن كان الطفل له مال يبقى خلاص، افرض الأب مات والولد ده ورث مال كتير يبقى النفقة من مال الطفل، واضح؟
ففي ماله إن كان له مال، وإلا فعلى من عليه نفقته، لأنه من توابع النفقة، ولهذا ذكرت هنا. كل عليه نفقته إيه؟ ربنا بيقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، المولود له اللي هو مين؟ الأب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، طبعا بالمعروف يعني المعروف عرفا، يعني يجي وقت المدارس والولد سن وصل سن المدارس يدبر له مدرسة ويدفع له مصاريف المدرسة، الولد عي ياخده للدكتور ويجيب الدواء، دي حاجات معروفة. ما يجي يقول لك لا انا ليا اكل واشرب بس ماليش دعوة لوعي، الله انت اصلك اللي عرضتيه للبرد، انت ما غطيتوش بالليل، هو انت ما تغطيهوش بالليل وبعدين الواد يعي وتقولي لي مش عارف دكتور ويقعد الكلام ده، خدت بالك؟ ما يحصلش، ما ينفعش، هذا لا يصح. طب لو مات الوالد وانقطع الرزق على ابو الاب الجد وانعل أبو. اه طبعا يتحول الى الاسره طبعا الزاما، ما احنا قايلين سبب وجود النفقة ايه؟ القرابة، مش قايلين سبب وجود النفقة القرابة والزوجية والملك، فهنا القرابة هتوجب عليه. قوله من لا يستقل بأمر نفسه اي لصغر او جنون كما يعلم من تمثيله، وقوله عما يؤذيه متعلق بحفظ، وقوله لعدم تمييزه علة لقوله لا يستقل بأمر نفسه، وقوله كطفل وكبير مجنون تمثيل لمن لا يستقل بأمر نفسه، قوله وإذا فارق الرجل زوجته أي فارقها بطلاق أو فسخ أو غيرهما، طلاق فسخ خلع أي حاجة، سفر مدة طويلة أو موت، واحترز بقيد المفارقة عما إذا بقي على النكاح، فإن الولد يكون معهما يقومان بكفايته، فالأب يقوم بالإنفاق عليه والأم تقوم بحضانته وتربيته زي ما هو المعتاد يعني. قول وله منها ولد أي والحال أن له منها ولد، ولدا ذكرا كان أو أنثى، وكلامه في الصغير الذي لا يميز كما يدل عليه قوله إلى 7 سنين ثم يخير بين أبويه إلى آخره، ومثله الكبير المجنون كما سبق في كلام الشارح، فهي أحق بحضانته أي لوفور شفقتها، وكلام المصنف كما ترى في اجتماع الذكور والإناث، فإن الأحوال 3. أول حاجة اجتماع الذكور والإناث، يعني ليه أولاد ذكور وإناث من هذه الزوجة، كويس؟ أدي أول حالة. والحالة الثانية اجتماع الإناث فقط، أنجب منها إناث فقط، بنات بس. والحالة الثالثة اجتماع الذكور فقط، إنه أنجب منها ذكور فقط. يبقى احنا عندنا 3 أحوال، انه انجب منها ذكور واناث، او انجب منها اناث فقط، او انجب منها ايه؟ ذكور فقط. ففي الحاله الاولى اللي هي معاه عنده اولاد وبنات منها، تقدم الام على الاب، فامهات لها تقدم الام على الاب، فامهات لها وارثات. طب الام تقدم على الاب لما يبقوا ذكورا واناثا الاولاد، طب الام مش موجوده يبقى الامهات الوارثات للام، فامهات لها وارثات، واضح؟ بخلاف غير الوارثات، ام اب ام ام ابي ام كام ابي ام، فاب فامهات له، يعني أم أب أم فأم إيه؟ أب فأمهات له، يعني إيه؟ للأب ده. وارثات بخلاف غير الوارثات، كأم أبي أم، إن أم أبو الأم بتورث. فإذا كأم أبي أم أب،
كأم أبي أم أب. فإذا عدمت الأصناف الأربعة وهي الأم وأمهاتها الأمهات الوارثات يعني والأب وأمهاته قدم الأقرب من الحواشي بقى. هنترك بقى الأصول وندور على الحواشي. الحواشي اللي هو إيه؟ ذكرا كان كأخ وابن أخ أو أنثى كأخت وبنت أخ وبنت أخ ثم بعد المحارم غير المحارم كبنت خالة وبنت عمة وبنت عم لغير أم بخلاف بنت العم لأم لأنها أدلت بذكر غير وارث. ثم الذكور والمحارم ثم الذكور المحارم بالترتيب. يبقى الذكور هنخش على الإناث المحارم. خلصنا ما فيش إناث محارم ناخد الذكور المحارم. ثم الذكور المحارم كأخ وابنه وابنه ثم غير المحارم كابن عم لكن لا تسلم مشتهى لغير محرم بل لثقة يعينها بل لثقة يعينها كبنته فإن استويا قربا واختلف ذكورة وأنوثة قدمت الأنثى على الذكر كما في أخت وأخ وبنت أخ وابن أخ لأن الأنثى أصبر وأبصر كما تقدم. وإن استويا ذكورة أو أنوثة كما في أخوين أو أختين أقرع بينهما فيقدم من خرجت قرعته على غيره والخنثى كالذكر فلا يقدم على الذكر ولو ادعى الأنوثة صدق بيمينه. والخنثى كالذكر يعني في الحضانة مش في المحضون فهمت؟ فلا يقدم على الذكر ولو ادعى الأنوثة صدق بيمينه. وفي الحالة الثانية اللي هي اما يبقوا ايه إناث فقط الحالة الثانية اما يبقوا إناث فقط تقدم الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم الأخت ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم العمة ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخال. والفرق بين بنت الخال وبنت العم للأم مع أن كلا أدلى بذكر غير وارث أن بنت الخال أبوها أقرب للأم من أبي بنت العم للأم وتقدم أخت وخالة وخالة وعم لأبوين عليهن. ما يبقوا شقيق عم شقيق يقدم على العم غير الشقيق والعم الشقيقة تقدم على العم غير الشقيقة. لا أيوة. ليه بنت العم تقدم على بنت خال؟ ما قال لك لأن لا بنت الخال تقدم بنت الخال تقدم على بنت العم ثم بنت العم ثم بنت ثم بنت الخال ثم بنت العم ثم بنت الخال. والفرق بين بنت الخال وبنت العم هيقول لك اهو بنت العم للأم مع أن كلا أدلي بذكر غير وارث أن بنت الخال أبوها أقرب للأم من أبي بنت العم للأم. هو حقه هنا بيعلل كأن يقول بنت الخال الأقرب. التعليل انت عندك ايه؟ بنت العم ثم بنت الخال ثم بنت عيل. هنا نقرا من الاول في الحاله الثانيه. خد بالك احنا في الحاله الثانيه تقدم الام ثم امهاتها ثم امهات الاب ثم الاخت ثم الخاله ثم بنت الاخت ثم بنت الاخ ثم العمه ثم بنت الخاله ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخال. والفرق بين بنت الخال اللي احنا أخرناها وبنت العم للأم مع أن كلا أدلى بذكر غير وارث أن بنت الخال أبوها أقرب للأم من أبي أبو خد بالك أبو بنت الخال أن أبوها أقرب للأم من أبي بنت العم للأم.
ما هي واضحه خلاص. السؤال دكتور التفرقه اللي هو عملها بين بنت العم خال وبنت العم للام. لا انا بس على الاثنين اللي قبلها دي قدمت بنت العم على بنت الخال. لا بنت العم هنا خد بالك. لا بنت العم ثم بنت العم ثم بنت الخال. قبل والفرق. اكيد في اختيارات هم اكيد هم معللينها بتعليل في الكتب الكبيره يمكن. يمكن تكون معلله. ويمكن الحتت دي كمان يحصل فيها خلاف مذهبي كمان. يعني لو دخلت في كتب الملكيه يمكن تلاقي قدموا دي واخروا دي. تخش عند الاحناف تلاقي قدموا دي واخروا دي. واخد بالك هتلاقيها ايه خلاف اختيارات في المذاهب يعني. وفي الحاله الثالثه اللي هي اما يبقوا ايه ذكور فقط. يعني انجب اولاد ذكور فقط. دي الحالة الثالثة. يقدم الاب ثم الجد ثم الاخ. يبقى في الحالة الثالثة لما ذكور فقط بنرجح ايه في الحاضن الذكورة بقى. يقدم الاب ثم الجد ثم الاخ باقسامه الثلاثة. الاخ باقسام الثلاثه اللي هو الاخ الشقيق والاخ الاب والاخ الام. ادي الاقسام الثلاثه. ثم ابن الاخ لابوين. يعني ابن الاخ الشقيق يعني. او لاب. ثم العم لابوين اللي هو العم الشقيق. او لاب. ثم ابن العم كذلك ولو كان للمحضون بنت قدمت بعد الام على الجدات. يعني المحضون ده ليه بنت. البنت اولى بحضانة ابيها. ابوها جاله خرف الشيخوخة. فهمت ازاي؟ فتقدم البنت على ولو كان المحضون بنت قدمت بعد الام على الجدات. يبقى المحضون ده لو كان ليه بنت تقدم على الجدة ما تقدمش على الام. واضح؟ ولو كان للمحضون بنت قدمت بعد الام على الجدات او زوج او زوجة يمكن وطئها وطئه لها قدم ذكرا كان او انثى على كل الاقارب. المحضون هنا هو الطفل. ما ممكن يكون ايوه. ازاي يبقى ليه بنت؟ ما انا بقول لك ممكن يكون كبير مجنون. كبير الكبير المجنون. الكبير المجنون يبقى بنته تراعيه طالما ملوش ام. لو ليه ام تقدم الام. ملوش ام تقدم البنت على ام الام على الجدات. خدت بالك؟ انت لو فكرت باللوجيك كده هتلاقيها تختارها كده على طول. واخد بالك حتى باللوجيك. قدم ذكرا كان او انثى على كل الاقارب حتى على الابوين. طب افرض ان المحضون ده ليه زوجة. خلاص بقى. تبقى الزوجة اولى. الراجل كبر ومتجوز وبعدين جاله نوع من الجنون. يبقى الاولى زوجته هي اللي ترعاه. ما نقولش بنته. ولا نقول امه. فهمت ازاي؟ الزوجة. او هي مثلا ايه اصابها جنون. ولها زوج. يبقى زوجها اللي يرعاها. ما نقولش بقى بنتها. ولا نقول امها. فهمت بقى ازاي؟ فإن لم يمكن وطؤ لها فلا تسلم له كما صرح به ابن الصلاح في فتاوي على الأقارب حتى على الأبوين. فإن لم يمكن وطؤه لها فلا تسلم له كما صرح به ابن الصلاح في فتاوي. قول أي تنميته اللي هي تربيته يعني. معنى التربية. هي بمعنى التربية هو على كامل. طب ما احنا كده حقنا نأذن. شيل دي عشان علقها تاني وحطها تتشحن. حطها في الشحن. وحد يأذن يلا قوم يا محمد. حد يأذن. تعالى كده يا محمد ركبها ركبها. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. قوله أي تنميته هي معنى التربية التي تقدم التعبير بها، وقوله بما يصلحه متعلق بتنميته، وقوله بتعهده تصوير للتنمية، يعني التنمية حتتم ازاي؟ بالتعهد، بتعهده. وقوله بطعامه وشرابه كان الأولى أن يقول بإطعامه وسقيه، لأن الذي على الحاضنة الأفعال للأعيان، لأن إطعامه وشرابه ده على المنفق، لكن الإطعام والإيه والتشريب دل على الحاضر، وغير ذلك من مصالحه أي كربته في المهد، وهو ما يمهد للصبي لينام فيه، وكحله ودهنه ونحو ذلك. قول ومؤنة الحضانة أي على من عليه نفقة الطفل أو المجنون كما تقدم في كلامه، ومحل ذلك ما لم يكن له مال، وإلا فهي من ماله. يعني لو كان له مال يبقى من مال المحضون، ملوش مال يبقى من مال الذي ينفق عليه اللي هو الأب أو الجد في حالة إيه موت الأب. قول وإذا امتنعت أي أو غابت أو ماتت أو جنت الزوجة أي أو غيرها من كل قريب انتقلت الحضانة إليه، من كل قريب له الحضانة، فالضابط أن كل قريب له الحضانة وامتنع منها انتقلت لمن يليه، لأننا مربت بينهم كده واحد اثنين ثلاثة أربعة طابور، فلو إيه زالت من واحد نروح لاثنين، زالت من اثنين نروح لثلاثة وهكذا. وإنما خص الشارح الزوجة بالذكر لأن فرض الكلام فيها، وقول انتقلت الحضانة لأمها أي لأن امتناعها يسقط حضانتها، وأفاد ذلك أنها لا تجبر عليها عند الامتناع. يعني افرض أن الأم رافضة، أنها هي نفسها ممتنعة ما تقدرش تجبرها لأن مش هتأتمنها بقى عليه، فتنتقل بمجرد الامتناع إلى الأم التي تليها اللي هي أمها بقى اللي هي الجدة بالله في الحالة. وأفاد ذلك أنها لا تجبر عليها عند الامتناع وهو كذلك، لكنه مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها، وإلا كأن لم يكن له مال ولا أب أجبرت، لأنها من جملة النفقة فهي حينئذ كالأب. يبقى إمتى تجبر الأم على الحضانة؟ لو لم يكن له من ينفق عليه إلا أمه، يبقى جانب النفقة يجبرها، لكن طالما حينفق عليه أبوه وهي امتنعت عن رعايته
فلا تجبر هي على الرعاية. وتستمر حضانة الزوجة، أشار بذلك لأن قول المصنف إلى 7 سنين متعلق بمحذوف، وقول إلى مضي 7 سنين إشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف، والسبع ليست بقيد، وإنما قيد بها المصنف نظرا للغالب كما أفاده كلام الشارح، حيث قال وعبر بها المصنف بها، يعني إيه بالسبع سنين، يعني لأن التمييز يقع فيها غالبا، فلذلك يقولون سن التمييز غالبا 7 سنين تقريبا. لكن المدار إنما هو التمييز، أي من غير نظر إلى سن بخصوصه، من 9 سنين أو أقل أو أكثر كما أفاده قوله سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها. ويعتبر في تمييزه كما قاله ابن الرفع أن يكون عارفا بأسباب الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك. ابن الرفع قال إن كمان لازم يكون عارف سبب الاختيار، هيختار أبوه ليه أو يختار أمه ليه، يبقى عنده مسوغات، يعني عارف أسباب الاختيار لما يجي يختار، أن يكون عارفا بأسباب الاختيار وإلا أخر حصول ذلك، وهو موكول إلى رأي القاضي، يعني موكول لرأي القاضي أنه هو يعني أخره، ولا القاضي يحكم بالنيابة عنه ويختار له الأصلح. ثم بعدها، أي 7 سنين بناء على ما تقدم من حصول التمييز غالبا عندها. قول ويخير المميز، أي بحيث يكون يأكل وحده، أي أقول لك التمييز هو تعريف، يأكل وحده ويشرب وحده وينام وحده ويستنجي وحده وهكذا، زي ما قلت لك ليه حلول التمييز، حافظ قرآن، عارف حاجات كويسة، عارف ان الجمعة ركعتين، وعارف ان الظهر 4 ركعات، عارف الحاجات دي، يعني يبقى مميز. وقول بين أبويه، أي أبيه وأمه، لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه الترمذي وحسنه. والغلامة كالغلام في التمييز كما في الانتساب، فيما إذا ادعاه رجلان فإنه يخير بينهما بعد البلوغ في الانتساب إلى أيهم. ومحل التخيير بينهما إن كانا صالحين للحضانة، بأن وجدت فيهما الشروط الآتية، خيروا إمتى؟ لو كانوا الاثنين صالحين للحضانة. وإن فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة وصورة الدين، أن يكون كل منهما عدلا، لكن أحدهما أكثر عدالة من الآخر، فالمعنى أن أحدهما أكثر ديانة من الآخر، يعني حتى لو كان أحدهما أكثر ديانة من الآخر يخير برضه، أهو ده عنده دين وخلاص، مش مهم يعني دين كامل. وقول فأيهما اختار سلم إليه، أي فإن اختار الأب سلم إليه، وإن اختار الأم سلم إليها، وإن اختارهما أقرع بينهما وسلم لمن خرجت قرعته منهما، ولو لم يختار واحدا منهما فالأم أولى. وقف الواد مش عارف يرد، القاضي بيخيره، واقف مش عارف يرد، يبص لبابا شوية ومامته شوية ويسكت، يوم ايه القاضي يختار بالنيابة عنه يسلمه للأم، فالأم أولى لأن الحضانة لها، ولم يختار غيرها، وله بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر، ولو أنه غير رأيه يعني في اختياره، يعني اختار أحدهما وبعدين غير رأيه، يوم يمشي مع تغيير رأيه، مش يقول له لا احنا لينا الكلمة الأولانية، فهم؟ يعني إني غير رأيكم، وله بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر، لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه، كما يظن أن في الأب خيرا فيظهر له أن فيه شرا، أو يتغير حال من اختاره أولا فيحول إلى من اختاره ثانيا، وهكذا حتى إذا تكرر منه ذلك نقل إلى من اختاره، ما لم يظهر أن ذلك لقلة تمييزه، وإلا ترك عند من كان عنده قبل التمييز. وإذا اختار الذكر أباه لم يمنعه زيارة أمه، مهمة، لأن أصله أمه هتفضل أمه برضه، هي زي الزوج طلقها بس هي هتفضل أمه، فما يمنعوش من بره لأمه، كويس. والعكس برضه،
ان الام ما تمنعوش من زياره ابيه وهكذا. واذا اختار الذكر اباه لم يمنعه زياره امه ويكلفها المجيء لزيارته، يعني ما يكلفهاش انها ايه هي اللي تيجي تزور، يمنعوا عنها فتقوم الام تضطر تروح تخبط على باب الراجل اللي طلقها عشان تشوف ابنها. حرام عليك تكلفها هذا، المفروض تسيبه هو يروح لها حيث هي موجوده. لم يمنعه زياره امه ويكلفها المجيء لزيارته، فيحرم عليه ذلك لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم، وهو اولى منها بالخروج. هو اولى منها يعني الولد اولى بالخروج من امه، هو اللي يروح لها مش هي اللي تجيله، لانه ليس بعوره. او اختار امه فعندها ليلا وعند الاب نهارا. طب افرض اختار الام بعد سن التمييز، يبقى اختارها يعني معناه يبات معاها، لكن النهار مع ابوه عشان يربيه، ياخده معاه المسجد، يحضر الجماعات، ياخده معاه صلاة الجمعة، يحضر يسمع الجمعة، يقعده في الأماكن المحترمة، يعرفه بعيلته وأسرته وبإخواته وبعمامه كده. يبقى بالنهار مع أبيه، إذا كان أبوه كمان تاجر يشربه الصنعة، يشربه التجارة، يشربه كده. إذا كان زارع ياخده معاه الغيط يعلمه وهكذا. يبقى بالنهار مع الأب وبالليل ينام مع الأم. واضح؟ فعندها ليلا وعند الأب نهارا ليعلموا الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به. وإن لم تكن صنعة أبيه، فإن كان أبوه حمارا لكنه عاقل حاذق جدا، فالذي يليق به أن يكون عالما مثلا. بيقول إيه؟ وإن لم تكن صنعة أبيه، فإذا كان أبوه حمارا لكنه عاقل حاذق جدا، حمار يعني تعتبر صنعة يعني إيه؟ ردية يعني. لكنه عاقل حاذق جدا، فالذي يليق به أن يكون عالما مثلا. وإذا كان أبوه عالما لكنه بليد جدا، فالذي يليق به أن يكون حمارا مثلا، فيؤدي به الذي يليق به. فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. يعني اما يلاقي ابنه بليد في المدارس يعلمه صنعة، اما يلاقي ابنه شاطر يعلمه بقى وخليه ماشي لحد ما يعلمه، لكن ما يبقاش الولد بليد ويدفعه في التعليم يقوم لا يصلح في صنعة ولا يصلح في التعليم، زي ما بيحصل من كثير من الاسر. واخد بالك؟ يقوم الولد في الاخر يجي يعرف انه صار في الثانوية العامة ينتحر، مش عايز يقابل ابوه. بتقراه انت كل شوية كده حاجات زي دي، لانه بيفرض عليه انه لازم يمشي في سلك التعليم وهو مش نافع في سلك التعليم. لو هيتكلم هيتكلم لك على الانثى بعدها. لسه لسه بيتكلم حاجه حاجه. فمن ادب ولده صغيرا سر به كبيرا. ويقال الادب على الاباء والصلاح على الله. او اختارت الانثى ومثلها الخنثى كما بحثه بعضهم اباها. طب هي البنت اختارت ابوها، منعها من زيارة أمها لتألف الصيانة، يخلي في الحال دي أمها هي اللي تجيلها بقى، لأن هي بنت صغيرة ما يسيبهاش هي اللي تمشي في الشارع لوحدها بخلاف الولد، عشان يعلمها الصيانة وإنها ما تتعرضش وتبتذل نفسها وهي صغيرة، فيقوم يزول منها الحياء. ممكن ياخد البنت يوديها لأمها أو ياخدها، لكن إيه؟ لكن افرض هو مش فاضي ياخدها، يبقى ساعتها يقعدها والام هي اللي تيجي تبقى تزورها. منعها من زياره امها لتألف الصيانه وعدم البروز. والام اولى منها بالخروج لزيارتها، فانها لا تمنع من زياره والديها، لكن على العاده كزيارتها في يوم من الاسبوع لا في كل يوم اذا كان منزلها بعيدا. لكن ما يمنعهاش بالكلية، يعمل لها يوم في الأسبوع كده ياخدها تزور أمها، ما يجراش حاجة، لكن ما يبقاش كل يوم.
فإن كان قريبا فلا بأس بزيارتها في كل يوم ولا يمنعها من دخولها بيته، لا يمنع الزوج مطلقة يعني من دخولها بيتي لتزور ايه بنتها منه. واذا زارت لا تطيل المكث عشان ما تأذيش اهل البيت بقى لانها بقت اجنبية عن البيت. واذا مرض، طب الام مرضت والاب مرض، فهي اولى بتمريضهما عنده لانها اهدى اليه واشفق عليهما ان رضي به الاب، والا فعندها ويعودهما ويحترز. يعني لو رضي الاب، لو الام مرضت والاب موافق انها تيجي تتمرض في بيته علشان تمرضها بنتها اللي هي في حضانته، لا بأس. فهمت؟ إن رضي به الأب وإلا فعندها، وإلا تروح تمرض أمها. ويعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة، وكمان يروح يزورها وهي بتمرض أمها، يعني يعودهما ويحترز في الحالين عن الخلوة المحرمة، لأن الأم دي صارت إيه بالنسبة لي أجنبية بعد ما طلقها فلا يخلو بها. ويحترس في الحالين عن الخلوة المحرمة، أو اختارت أمها فعندها ليلا ونهارا لاستواء الزمنين في حقه في حقها، ويزورها الأب على العادة مع الاحتراز عن الخلوة، ولا يطلب إحضارها عنده لتألف الصيانة وعدم الخروج كما مر. وحنوقف على قولي فإن كان في أحد الأبوين نقص، اللي هي ايه شروط الحضانة يعني. ان شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. واقم الصلاة. سبحانك اللهم.